ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ انا حبيت اعمل ميني سيريز بتكلم على بطولات مهمة بره. حاسس ان دي حاجة هتفيد الناس كلها، حتى لو انت سباح صغير لسه بتتعلم او سباح كبير زي بتنافس على مستوى الجمهورية. فاول بطولة اللي انا كنت عايز اتكلم عليها هي USA Nationals. طبعا في USA Nationals هما بيختاروا اول اتنين في كل سباق هم يشاركوا في بطولة العالم. اول سباق في البطولة كان 200 دولفين بنات، ده كان فيه 48 سباحة، والرقم 48 دي داخلة 22. الأولى على السباق هي ريجن سميث. ريجن سميث دي حاطة أحسن رقم في العالم السنة دي ب 2-3. في البطولة دي حطت 2-5، بس رقم لسه قوي جدا. اللي وراها هي لينزي لوني جايبة 2-7. 2-7 ده رقم برضو توب 10 في العالم السنة دي، فرقم كويس جدا. وكان فيه برضو أليكس شاكل داخلة 2-8 وهي عندها 16 سنة بس. بالنسبة بقى لل 200 دولفين رجال، كان عندك 37 سباح تحت الاتنين فلات. كسب السباق كارسون فوستر برقم قوي دي 54، بس الهايلايت بتاع السباق كان واحد اسمه توماس هايلمان، ده داخل دي 54 وحطم رقم مايكل فيلبس اللي ما اتحطمش بقاله 20 سنة بتاع الايج جروب. تاني سباق في البطولة كان 100 حرة بنات، كان فيه 71 سباحة كلهم تحت ال 58 ثانية، واللي كسبت السباق ده كيت داجلس. كيت داجلس دي هتعمل بطولة، يعني بقول لكم شكلها تبقى بطولة جامدة جدا. هي مسجلة في 7 سباقات ودخلت في 100 حرة 52-57، ده تاني أسرع رقم في العالم السنة دي ورقم قوي جدا، almost جايبة US Open Record. ودخلت وراها أبي ويتسل معلية عن الصبح، بس برضو رقم كويس جدا 53-11. وبالنسبة للمية حرة بياخدوا أول 6 عشان التتابعات، ونفس الكلام للمية حرة رجال بياخدوا برضو أول 6 سباحين. كل السباحين في الفاينل معليين عن الصبح، دي حاجة عادية وبرضو بتبين إن المنافسة قد إيه قوية. كان في 44 سباح كلهم تحت ال 50 ثانية، منهم كيليب دراسل اللي طالع رقم 29، بس هو عامل كومباك بعد ما هو كان وقف سباحة لمدة شهور. التصفية كلها تقريبا داخلة مع بعض، بس كسب جاك أليكسي بفارق بسيط جدا. وطبعا في 800 حرة بنات ما كانش في اي حد قريب من كيتي ليداكي، دي معروفة ك The Goat بتاعت ال Distance, The Greatest of All Time. دخلت رقم قوي جدا ب 8 دقايق و7 ثواني، ده تالت اسرع رقم في التاريخ، وطبعا كل الارقام باسمها اصلا، التوب 10 تايمز في العالم باسمها، وده اسرع رقم السنة دي ب 11 ثانية. المفروض ان مفيش حد هيقرب منها في بطولة العالم اللي جاية. طبعا وفي 1500 حرة رجال كسب بوبي فينك برقم قوي جدا 14-42 ثانية، ده يو اس اوبن ريكورد، مش احسن رقم ليه بس احسن رقم في اليو اس سويل. وهشوفكم بكرة عشان الريكاب بتاع داي 2 بتاعت اليو اس ناشونالز.